السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكل جدد معنا في القناه. اليوم غندير واحد الكعك تركي، كيجي مقطن وكيجي زوين، وغادي نوريكم ان شاء الله دابا المقادير. بالنسبه للمقادير خاصنا واحد كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال الماء دافي، نص كاس ديال الزيت، واحد الساشي ديال الخميره فيها 11 غرام هادي ديال الخبز. خاصنا بيض ديال البيضه، وهاد الصفر ديال البيضه غادي ندهنوا بها ان شاء الله هاد العجينه ديالنا. وخاصنا جوج ديال المعالق كبار ديال السكر السنيده، وخاصنا معلقه صغيره ديال الملح، وخاصنا الدقيق. الدقيق على حسب، يعني نقدروا نديروا 3 الكؤوس 4 الكؤوس، يعني على حسب. المهم خاص هذيك العجينه ديالنا ما تكونش قاصحه. اذا ان شاء الله نبداو على بركه الله. اذا اول حاجه غادي نديرو، غادي نكبو هذا الماء ديالنا هنايا في كاس ديال الماء. غناخذو هذه الخميره الفوريه، الخميره ديال العجينه هذه. غنزيدو الحليب ان شاء الله، نزيدو الزيت، نزيدو السكر، نزيدو ملعقه صغيره ديال الملح، نزيدو البيض ديال البيض، دابا غادي نزيدو الدقيق ان شاء الله. دو تخلط، نزيدو الدقيق ديالنا، حتى تجينا عجينه متجانسه. اذا الخميره ديالنا كتجي بحال ما العجينه ديالنا كتجي بحال ما هذا الشكل هذا، كتجي كتلصق واحد شويه، ماشي مشكل. غادي دابا نشدوها، غادي نديروها تخمر هنايا لمده ساعه ان شاء الله ونرجع من بعد. اذا ها العجينه ديالنا كما كتشوفوا خمرات، غادي نحيدوها. كتجي كتلصق بحال هذا الشكل هذا. غادي ناخذ الدقيق، غادي نقطعوها لدوائر بحال هاد الشكل. ديك كيجي بحال هاد الشكل هنا. دابا اش غادي نديرو؟ نشدو بوحده بوحده، غادي نحلوها بحال هاد الشكل. غنشدو الزبدة بحال الشكل، غنديرو هنا، غادي ندهنو بها هاد ندهن بحال الشكل، غنديرو بحال هكا، نشدوها وندورها بحال هاد الشكل، غادي ندورها بحال هاد الشكل. هادشي هنا، وغادي نسدوها. هادشي وغادي نديروها في لاط، نحطها في لاط، غادي نكملها. بحال هذا الشكل هادو، غادي نسدو عليهم وغادي نخليهم يخمروا واحد 20 حتى 25 دقيقة ان شاء الله. اذا من بعد مرور 20 دقيقة انا غناخد الصفر هذيك ديال البيضه، غندير عليها واحد معلقه ديال الحليب بحال ما تشكل، وغادي نخلط. غادي ندهنو بها ان شاء الله، ندهنو بها هاد الكريسات ان شاء الله. ها
دابا غندخلو من الفران اللي سخناه 180 درجه ان شاء الله. المهم نخلوه تيتحمر. اذا ها هو الكيك ديالنا خرج من الفران، كيجي بحال هذا الشكل هذا، نوريكم هذا كيجي محمر، كيجي رطب 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 واحد باقي سخون. غادي نخلوه ان شاء الله حتى يبرد ونوريكم من بعد كيفاش كيجي. اذا الطبق النهائي كيجي بحال ما هذا الشكل هذا، غنوريكم كيجيو كيجيو خفاف 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 خفاف. شوفوا بحال هذا الشكل، شي كيجي بحال البونش. ايوا تاكلوهم هادو مع اتاي ولا شي حاجه، شي شويه الكونفيتور، يا سلام. كنقول لكم بالصحه والراحه، حقكم في الجنه ان شاء الله، ولا فيديو قادم ان شاء الله.